لغرض إرسال المشاركات إلى المؤتمر الدولي الثاني للإبداع، يرجى كتابة اسم المؤتمر اللي هو هذا الواضح هنا بشريط العنوان، ومن ثم الضغط على Submit أو Submission. راح تظهر، أنا ما عندي أكاونت، أضغط على Create an Account معناها أخلق أكاونت جديد. تظهر لي هاي الشاشة، الشاشة هاي أي أضغط على I'm not robot، أنتظر الصح يبين، يلا أضغط Continue. بعد هيريد بيانات، البيانات اللي تدخلها لازم تكون بياناتك الحقيقية. اكتب الاسم الأول اللي هو رفع، واكتب الاسم مالت الفاميلي المطيري، واكتب اسم أو عنوان الإيميل اللي أريد يخاطبوني عليه، ومن ثم أضغط على Continue. بعدها راح يقول لي راح تستلمين إيميل للتسجيل، فأفتح الياهو مالتي لأن أنا كتبت له رفاع محمد @ياهو، فراح ألقي من عندهم إيميل بعنوان إيزي تشير، أضغط عليه راح يعطيني رابط. هذا الرابط من أضغط عليه راح يحدد لي بيانات معينة لازم أمليها، اللي هي البيانات هذه عبارة عن اسمي، هذه طالع واسم العشيرة، المؤسسة اللي أنتمي لها، الدولة اللي أنتمي لها العراق، ومن ثم أكتب اليوزر نيم والباسورد اللي راح أسوي لوج إن من خلاله. يعني الحساب شلون أفتحه؟ أقول أريد رفاه محمد بهالطريقة، والباسورد كتبت مثلا RAF مثلا 123 4 5، وأقول له create an account. بهالحالة شو يقول لي؟ your easy chair account has been created، معناها هنا شنو؟ تم خلق account. أضغط هنا حتى أسوي لوج إن. هنا يا يوزر نيم وباسورد اكتب رفاه MOHD اللي انطيته، واكتب الباسورد ابني، واقول له لوج ان. اذا طلع لك هاي المسج معناها الباسورد مالتك غلط، زين ايمي، فتكتب تتاكد من انه الباسورد واليوزر نيم والباسورد الخاصة بيك هي صح.